قل السؤال هذا. قال هنا في واحد قال هل أنت متحزب؟ بالنسبة لي أنا والله إلى اليوم لم أقتني أو أقطع أي بطاقة شخصية لأي حزب، يعني أصلاً بالأساس آخر انتخابات مجلس النواب كانت قبل 20 سنة، كنت قبلها ما كان عاد أنا طفل، يعني يمكن ما قد ما لا لا الآن ما قد يعني ما قدرت أرشح ولا شفت صندوق، يعني ما لحقناش نتحزب بالأساس. أنا أقول هل الشنب حقيقي يا سبرا؟ ايش رايك؟ يعني ايش يكون هذا؟ لا حقيقي. شنب حقيقي. وقناعتي في موضوع الحزبية انه قلنا في حلقة الحزبية ان الحزب ليست عقيدة. انا ممكن احيانا اتفق مع المؤتمر في راي معين، واتفق مع الاصلاحي، واتفق مع الاشتراكي، واتفق مع غيرهم، واتفق مع المستقل وغيره المتحزب، ما دام بيقول راي صائب انا اجد نفسي احيانا ايده. مثلا في اشخاص نحن ايد مثلا محافظ سقطرى ويمكن انه اشتراكي او كذا، ونأيد مثلا قرارات بعض اعمال ما يقوم بها محافظ عراده مثلا في مارب وهو مؤتمر الميسري في الاشياء الصح نأيده وهو تقريبا ايضا مؤتمر. الاشياء انت تشوف الشيء والفعل والمنطق، اذا انت تتوافق معه مش شرط ما هو توجه الشخص او ما هو حزبه. نحن يعني علي صالح كان مؤتمر، لكن لا يمنع هذا ان احنا معادين للمؤتمر. ايضا عبد الرب وجا وهو مؤتمر ورشحنا واخترنا، يعني ليست مشكلتنا مشكله مع احزاب، بالعكس نحن نطالب ان يكون في حياه حزبيه لنا، ان يكون لا نريد ميليشيات، احنا نريد احزاب على الاقل اخف ضرر ممكن انها تلجا الى الصندوق، لكن الميليشيات لا تحتكم الى صناديق، ولهذا الحياه الحزبيه نحن بحاجتها في بلادنا وهي اقل ضررا من غيرها من الميليشيات والصراعات. لهذا ليس عيبا ان تكون انت او غيرك في حزب معين، ما دام ان احنا نجتمع على قاعده سلميه وتداول سلمي للسلطه، لا يوجد حروب ولا مشاكل، فلهذا من حق المؤتمر ان يكون مؤتمري والاشتراكي والناصري، ونحن نختلف مع ممارسات وايضا لا قد لا تعبر عن الحزب بقد ما تعبر عن الشخص نفسه، ايضا قد نختلف مع شخص من الشمال او من الجنوب او من الشرق او من الغرب، لا يعني انك تختلف مع شخص انني اختلف مع 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 الجنوب ولا مع الشمال كله ولا مع الحوثي من صعده انني يعني اعارض صعده وانتقد اهل صعده كلهم، لا. بالاساس خلافنا مع ممارسات ومع اخطاء لاشخاص وافراد يحملوها وزرها بنفسهم، ليست مشكلتنا لا مع منطقه ولا مع حزب ولا مع نفس السؤال. هل أنت يا أخي أنا مستغرب السؤال اللي ما زال يسألوه، هل أنت إصلاحي ولا حزبي ولا؟ يا جماعة إحنا في حرب، أنا حسستونا إن إحنا في انتخابات الآن، ولا صوري معلقة في الجدران بترشح، هم شافوها في الحلقة. إحنا في وادي ثاني، أخرجوا لكم من ما واقع اليمن، تجاوز الحزبية كل الأحزاب، ما يحصل في اليمن أكبر من الأحزاب، ونحتاج معجزة لأن نخرج، مش أحزاب بس، نحتاج يعني فرج من الله. انسوا موضوع الأحزابات، شغل الطباين هذا تجاوزوا. ما سبب نكبتنا في بلادنا إلا أنه جالسين هذا حزب فلان خلاص يستاهل ولو الضر يوصل لي ولغيري، يستاهل، زي اللي يقول جاوب بيت بحرك اللي يستاهل هنا القامل الكتان امريكا بيتك بحرك، احنا اللي نتضرر كلنا، يعني اخرجوا لكم من جوا هذا حزب فلان ولا حزب فلان. ما يحصل في اليمن اكبر مننا جميعا، اكبر من الاحزاب والشخصيات والمشايخ وهذا كلهم، واقعنا يحتاج تضافر كل الناس لان نخرج من الواقع اللي احنا فيه، لا بيفيدنا لا حزب ولا اثنين. الطامة اللي حصلنا والنكبة اللي في بلادنا والمأساة يحتاج لها ان احنا نفكر بعقول اكبر، مش ضيقة بمنظور لا احزاب ولا جماعات ولا مناطق.